بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل أول حاجة إن احنا انستول في جي دي كي. هعمل انستول جي دي كي عشان ننزل الجافا. ده أساسية أوي عشان لو أي حاجة أنت عايز تنزلها قايمة على الجافا أو تشتغل حاجات جافا ذات نفسها يعني. هتلاقي هنا جافا اس اي، هنستول الجي دي كي وانستول جي دي كي 8 مش عارف ايه. المهم أنا هخش على موقع أوراكل ذات نفسه جافا تكنولوجي، و هلاقي جافا اس اي. تمام ماشي، وليكن انا مش عايز مثلا، انا عايز اخش على جافا ذات نفسها كده يعني اوراكل دوت كوم سلاش جافا، ده الاصل عشان بس الناس تبقى ايه واخده بالها. جافا اوراكل دوت كوم سلاش جافا، قلت له داونلود جافا. طيب دخلني هنا تمام عشان لو رحت، قال لي طب اوراكل جي دي كي داونلود جي دي كي والدوكيومنتيشن. قلت له مش عايز الدوكيومنتيشن، عايز انزل الجي دي كي. طيب اما نزل لي، قال لي جافا اس دي كي اس اي ديفلوبمنت كيت مش عارف كام 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 داونلودز، ومطلع لي الايه القصه دي كلها. في الاخر بيقول لي ادي لينكس هنا اهوت، ادي الفيرجنز بتاعته، ادي الماك، ادي الويندوز. قلت له انا مثلا انا ويندوز 64 مثلا. طيب ادي الايه النسخه اهي اللي موجوده ماشي، اي ريفيود اند اكسبت، وقول له داونلود. طبعا هتداونلود في حته تكون انت عارفها. مثلا او في اي حته انت عايزها يعني. المهم كده انا بعمل داونلود للايه للجي دي كي. طبعا لو انت ممكن يطلب منك تعمل لوجن، لو انت مش داخل على السيستم يعني، ممكن يطلب منك انك تعمل لوجن ولا حاجه. لو حصل هتبقى عامل اكونت على اوراكل يعني دوت كوم، وتعمل يوزر نيم وباسورد يعني عاديين جدا. طيب ننتظر ان هو يعمل داونلود. بعد ما نزل الجي دي كي هنسطبه عادي جدا، دبل كليك، تلاقي اي مسج بتاعت سكيورتي تقول له يس. وبعد كده الخطوات خطوات عاديه جدا، هينزل الجي دي كي، هيعمل سيت اب للجي دي كي على السي بروجرام فايل جي دي كي، جي دي كي 15.01. دي طبعا مهم، الباس ده بالنسبه لنا مهم، المسار ده ذات نفسه يعني. هقول لكم مهم في ايه عشان نعمل الهوم بتاع الجافا يبقى متشاف ان هو ده الباس يعني. المهم نكست، هوريكم ان شاء الله في حاجه اسمها الانفايرمنت، الفاريبل انفايرمنت خاصه بالاوبريتنج سيستم اللي شغال عليه. لازم يكون عارف المسار بتاع الجافا الرئيسي اللي هيشغل منه دائما هو اللي موجود فين. ولذلك احنا لما ادينا له المسار ده اللي هينزل فيه الجافا، فانا هنزل للاوبريتنج سيستم واقول له ده المسار اللي انت تقرا منه، لان ممكن يكون عندك اكتر من فيرجن جافا واكتر مش من عارف ايه، وبرامج نزلت الجافا لوحديها و فانا عملت انستول للليتست. طبعا هنا بيقول لي ايه جافا از دي كي مش عارف ايه سكسسفول انستول كام. تمام هنا بيقول لك كويس، خش على الاي بي اي وتشوفه مش عارف. قلت له خلاص شكرا. لو دخلت على الانفايرمنت بقى بتاعت الايديت سيستم انفايرمنت فاريبلز، تمام فتحت ادي الانفايرمنت. طبعا ادي الادفانسد، اخش على الادفانسد من السيستم بروبرتيز وادي انفايرمنت فاريبلز. هلاقي انت ممكن تكون معرف حاجات هنا او حد تاني مش مهم. المهم جافا هوم اهي، جافا هوم لو كانتش موجوده عندك انت لو كانتش موجوده عندك بتقول اد نيو، بتجي وبتكتب جافا اندر سكور هوم وتحط الايه المسار بتاعك هنا. تمام لو موجوده انت طبعا هي موجوده على فيرجن 14، تقول لا انا دلوقتي 15. تمام خلاص فخليت جافا هوم بقى باصص على الحته دي، هي دي القضيه. تمام الباثز هنا عندك اهو، الباثز هتلاقي هنا حاجات بايثون، حاجات ويندوز، حاجات مش عارف ايه، في حاجات جي دي كي اهي صح. لو ده فيرجن 14 لا خلاص خليني خلينا فيرجن 15. تمام في الباث، عشان ده كده معناه ان انت لما تيجي السيستم يجي بيقوم بيقرا على طول المسار ده. طبعا ده بالنسبه لليوزر اللي داخل دلوقتي اللي اسمه عادل، لكن لو سيستم فاريبل دي معناها ان لو اي يوزر يخش على السيستم هيخش بالاعدادات. انت ممكن تغير نفس الاعدادات دي تحت بس لكل اليوزرز او هنا، مش فارق. انا عشان بالنسبه لي سيستم جهاز واحد فمش فارق معايا هنا او هنا، لانه واحد بس اللي بيخش. قلت له اوكي. قلت له اوكي كده انت عملت سيت اب سليم للجي دي كي بتاعت الجافا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.